هاي توسلي محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي، صلوا على محمد وآل محمد. استريحوا معازيبنا، استريحوا، خل السيد يسولف. اغلب الجلسات في بعد تتصل بها الايات القرانيه كدليل وكشاهد لمجتمع لمشكله ما، ولكن كل المشاكل واغلبها هلو مرحبا واقطابها المولانا. أنا قلنا كل المشاكل أقطابها تجتمع عليها، أقطاب المشكلة ولحل المشكلة شيوخ العشائر زائدا الأجواد وزائدا السادة. الله سبحانه وتعالى أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يأتي قوم من كثر نورهم يوم القيامة، أرد اختصرها، من كثر نورهم يسألون الملائكة من هؤلاء؟ الأنبياء؟ قال لا. الشهداء؟ قال لا. الصديقين؟ قال لا. من؟ قال مصلحي ذات البين. إصلاح ذات البين ما يبدي من السيد ولا من ما نقول للخصم، وإنما للمقابل صاحب المشكلة. يأتي من صاحب المصاب، إذا كان هي اللين تفتح له الجنان. أنتم أول مرة، لأنهم أنتم صاحبين الإصلاح، صاحبين الحسنة الكبرى، ثم نحن من وراءكم. والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على آل محمد. إحنا الحقيقة سيد كريم فتح الجلسة وأجاد وهو بعد سيدنا، هذا سيد الكل، هذا ابو صادق، وما خلى حجاره ما ذبها. احنا اخواننا عقيل ابو صادق شيخ علي كل الموجودين، احنا اللي جرى جرى يا ابو صادق، ولا تقل لي كيف جرى. اليوم هذا الموضوع اللي احنا قاعدين عليه ما اعتقد جديد، شو احنا صارت ريوق وغدا وعشاء. فاحنا ابو صادق احنا حتى لا نطول الحديث وياكم والجو حار وانتم هم تعبانين جاي من وقت، احنا البمطير والبو عبود والبو محمد كلها جاي بخدمتكم وشادين رايتنا وجايين الرباكم، شنو اللي طيب خاطركم؟ انا هم احكي مكان البمطير هذا، العفو، شنو اللي طيب خاطركم؟ شنو اللي ببالكم؟ كلنا احنا موجودين، ماكو فرق، ان شاء الله واحد، هم ان شاء الله واحد، على قلوب ان شاء الله. فاحنا ابو صادق خال العزيز، احنا هالقعده اقول لك مو بس البمطير، البمطير والبو عبود والبو محمد كلها جايه بخدمتكم. لا لا احنا بخدمتكم، شنو اللي طيب خاطركم واحنا بالخدمه؟ وانا اترخص من عمامي ومن الجاويد، الحديث متروك لكم، خاف انه يزعلون الجاوي. يا عمي الله يجاوب. لا شويه. صل على محمد وال محمد. صل على محمد وال محمد. احنا بس شويه تنويه. الصراحه احنا رغم الحدث الحادث انه محزن و يعني ما ما يعني كافة صراحه القتل ما بريد، وهو شاب، بس احنا بهاي الجلسه فرحانين. ليش؟ لانه حتى نتجاوز ساعه الشيطان وما تتعالج، ما يتعالج الخطا بخطا. الامام الصادق يقول اذا تقابلت العين امام العين يكمن الحياء. واحنا كلنا واحد يعرف الاخر، ابو الحسينيه يعرفه بالراشدي، ابو العبيده ابو العبيده، احنا كلنا بيناتنا مواصله، بيناتنا اتصال، واحد يحزن على حزن الاخر، واحد يفرح. اليوم تقابلتوا وان شاء الله تتقرب وجهات النظر وتتجاوزون هاي المشكله، المشكله وقعت خارج ارادتنا، الانسان مسير وليس مخير، خارج ارادتنا. فحتى لا يتعالج الخطا بالخطا، اليوم قعدنا هاي القعده وبيكم البركه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيد كريم، اهلا وسهلا بكم كل الجميع، واهلا وسهلا بك بالبو عبود وبالبو محمد وكل اخواننا وكل المنقولين له، كلهم اجلاء وكل احنا خاوبنا. والله هاي القعده ما بيها واحد يا ابو سمير غريب،
يا ابو حسن واحد يعرف واحد صحيح ولا لا؟ ظلت احنا ان شاء الله عقيل موجوده وجهاء عقيل موجودين وشيوخ ال بحليله موجودين، هذا علي بن كريم بن شامر رئيس بيت اهميله وهذول جاوي ال بحليله موجودين، ان شاء الله ما تقومون الا راضي ان شاء الله. مقابلكم خير ومعدل وصاحبها راعيها من اب وجد، راعيها مو اليوم وامس، راعيها من اب وجد ويعرفينها وصاحبها وسولف ابو حسين الله يسلمك. عمان اكو ناس سمعت بشغله واكو ناس ما سامعه بشغلتنا. احنا زلمتنا الخطر والخطر زلمت ثلاث ايام، لقيناه بالبزل مكتوب، هو الولد عباس صاحبه وكتله، ما نعرف احنا السالفه عليه من كتب. رهمت بعد رهمت هاي المنسيه. احنا اقول لك احنا ما شلون انكتل مثل ما قال سيد كريم، احنا شلون انكتل وشلون صار هي الاحداث لها اسباب. زعلانين على البنطير ثلاث ايام ما بلغونا، ظلت احنا البنطير عشيره كبيره، وهذا ابو الان ما يمثل البنطير كلها، يمثل روحه. ومجلس الساعة من سوى جريمته لا خير قليط ولا خير عمان، وهنا صعسة حتى عد عقيل يريد يكتب خب ما خير العشيرة انفلت ويكتب. أبو حسين انت ابن كريم بن شامر يا جاويد يا جاويد ان شاء الله مقابله وجود طالب ابن رحيم. شد رايتك على رضا عقيل؟ ابن سلام شد رايتك على رضا عقيل؟ جيب الراية حسين، جيب الراية، راية بيضة جيبها، جيب راية بيضة جو. وين أحمد؟ أحمد عثمان، أحمد كل عصر هذا غير هاي عمشية موجودة. قلنا لله واحد يبقى. لا بس جبنا وصله بيضه. هذا 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 تعال هي للستر هاي. ماكو طيب طالب الرحيم تعال. طالب الرحيم بن سلامه. اهلا وسهلا. تعال ابو عقيل. تعال ابو عقيل. تعال ابو عقيل. تعال ابو عقيل. تعال ابو يا خير. يا علي رضا خوان معقيل شنو معكم البوطي؟ الشيخ وين ابو عمار؟ وين ابو عمار؟ اقول هناك اخوي سلسله سيدنا اكو بس بقره واحده تفضل على مدول البنطير على راسي خليه مالي، والجاوي كلهم والشوك كلهم خليهم على راسي. باكر عقبه بعد سنه سنتين اذا طلع واحد مشتري غريب مو على حاله وياه. انا اقول لك لا والله جاويد ملاك ملاك عطاف ان شاء الله لك. سيدنا احنا مطلبنا 800 الك وصل. الله يوفقك. قال يا ابو حسين انا بخدمه الشعب. الله يوفقك. الله يسلمك. تم خوالي وهاي الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. انا احنا كل احنا يعني شركاء بهاي القضيه بحالها، يعني اليوم مو فقط المحمد ابو عبود البنطير محاولين، لا احنا بهذا المحيط مالتنا كل احنا عشيره واحده حقيقه. كل احنا يهمنا انه الناس تعيش بسلام، ما نحب يعني تعكير صفوه المجتمع في حالات سلبيه مو صحيحه حقيقه. لكن تفضلوا الجاويد انه شبابنا مع الاسف يعني اللي نطمح لهم يكونون يرتقون مرتقى يعني احسن علميا اجتماعيا، مع الاسف يعني الظروف الظاهر اختلطت عليهم والواقع اللي نعيش فيه انجرفوا الى سلبيات مو صحيحه اللي تخلينا نلتقي بملتقى يعني شويه ببعض الاحراجات. لكن ذنهن هواي صايرات ويعز علينا من يقولون انه هواي صار انه هواي من يصير انه هواي. احنا شركاء بالخطا اللي يصير، يعني احنا شركاء انه ما نحد من هذا الموضوع. لكن الحمد لله والشكر اليوم احنا عشيره مقابل عشيره مستحيه وخجلانه بجاويته من ابو عمار من شيخ محمد بن كريم الى ابن جواد مهاوي كل الجاويد، يعني كل احنا اليوم جايين همنا انه نطيب الجراح، همنا انه هذا الدم اللي 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 انسفك وراح متاسفين عليه ومقدمين اعتذار يعني. وهذا الامر ما مقبول ومرفوض جمله وتفصيلا، لكن احنا كعشائر ملزمين انه هذا الموضوع ننهيه ونطويه ويبقى بداخلنا انه احنا فقدنا واحد من
من أبنائنا حقيقة اللي إلى مكانة عند أهله ولا يعني وضعه واجتماع الوضع الاجتماعي، لكن الأمر يعني على إنه كميت وأنهم ميتون، لكن شو تسوي؟ هذا بعد رهمت اللي رهم الحدث شيخ خالي اليوم شدت الراية على القتل، يعني إنه بسهولة الدلالة على البعبود جايين بكل طاقاتهم إنه يرضونكم. فأنا أدري بيك مثل ما تفضل خالو بصادق، أنت راعيها وأهلها وتباوع بعيد، وخوال عقيل مثل ذاك اللي يقول ذول عقيل صنفين للرجال، عقيل يعني قبيلة كلش كبيرة، فالريد المعروف اليوم للبو محمد يكون معروف هواي بقد الغيظ اللي مختاضين عقيل. إن شاء الله ما تعون إلا راضي. ونعم نعم الحجي الزيداوي وهو اهل العطل العطل القديم هو وميض وخير الوياض ابو سمير ومي طايح يلعب ولا البريجي الفرطوسي الفرطوسي الوياض 400 بقى 400 ها بقى 400 زين الله يسلمك انا وياها شخص ابو سمير وحمد انا شخصين لا شيخ لا مو شميت انت لو ما مشمي انا وياك بالعطله اسمع اسال امير ياسر يا اخي كلهم ترى ما تدري هسه احنا شو نقول لاخوتنا واخواننا واخوتنا نقول احنا نعز بالضيف للرايح وجاي مو سادة بس بخات نطل يجي مرات احنا بخدمة الجاويد واحنا نشكر انعم الله شكو واحد ساهم بهاي القضية وستر الطرفين بين ابو مطيق وبين عقيل احنا عندنا مطلب والطلب انا ما اقدر اطلبه ليش لان انت اليوم حاضر واحنا كنا بخدمتك وانا مرخصة هاي شيء وكذا احنا عندنا مطلب خالص ابو محمد مطير اخوتنا واعزاء علينا بعض الناس تباوع عليه وبعض الناس تريد تعرف انه هو شيخ حيدر، انا شيخ حيدر خالد. الله يعزك ويديمك، بعض الناس تسال ابو مطير تعرف، الله يحفظك ويعزك انا خادم. هذا اللي بيشك واحد مشترك بهاي القضيه ما يرجع. لا بس ابو البيت ابو البيت هو حصرا ابو البيت ما يرجع بهاي المنطقه الديره، يخليه يشيل بصفه انا خادم. يجي يمي بالمدينه الله شاهد ورقي بخليه فوق راسي، بس بهاي الديره ما يرجع. وشيخنا وانت بعد كم حديث لا لا هذا الطلب نريده هذا الطلب هذا احنا نريده احنا فرضنا شرطنا على الواحد جزاك الله خير الجزاء احنا ما اقول لك ليش اسمع شيخي هذا الشيخ محافظة إلهم وإنه من هذا الباب بغنا 400 الجاويد الحاضرة بغنا 300 50 الخوال على زيرج عباس شاسب الله يرحمه ويتوينك يمك العزيز بقى 250 شد رايتك يمك علي 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 الفصل 250 رايح شد 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 خاله جبر من ينذكر بديوانكم ابو رحيم شعب ابو رحيم شيخ كل احنا الجلاله والاحترام هو بقبره احنا سيد علي والنعم منك سيد كريم هاي بخدمتك والسيد هنا بن عمك بن سعد الصوافي هو هم ويانا بن عمك هم قاعد ويانا لا يما ابد هو من كيف بيك السيد سوالف ابو صادق سوالف ان شاء الله حيدا بس بس من الفصل خالص يلا خذ سيدنا قبل لا تبدا 25 للعزه
25 سنة جاي عم يفعلي والله على 200 الله يسلمك ابلح ما صلى على محمد وآل محمد يا الله يا بس هاي الشيء حتى فيها ما اذا ربنا هاي الشفية راح نقرأ عليها شعر جزاك الله خير الجزاء اذا ربنا نقيس الغيرة والنوماس نبدأ بحيدر الكرار والعباس الكرار باع العمر للي هدى ذيك الناس العباس هذا يحكي رجال عمل والدك امسحوا قادر سيد حسون عيد على خلي عيده ما يكمل عيد عيد سيد عمل والدك هذا الشعر انا بلف حتى حسن الثواب اي مولاي بارك الله من رخصتكم عم سيد يسولف من رخصتكم عقيل تفضل مولاي اذا اردنا نقيس الغيره والنوماس نعم نبدا بحيدر الكرار والعباس والنعم الكرار باع العمر للي هدى ذيك الناس والعباس لحسين تشوفوه داها فوق الراس والغيره انشالت لو ما زرعوها وزرعها اليوم اليوم فلحوا نعم الله عليك عديل عداد الحمد الفريجات الكل الكل والفتره راح تفتح الرايه 100 للعباس و100 على المنفير وصل على محمد وال محمد لا مصلي على محمد فات على المرحوم